أهلا بكم يا أصدقائي في سبوت أون المشاهير. في أول أيام عيد الفطر المبارك أخذ الممثلون الأتراك إجازة العيد لمدة أيام استراحة من التصوير، ومنهم فريق عمل مسلسل طائر الرفراف. وخرجت أخبار كثيرة إن واحد من الجمهور رأى مارت رمضان ديمير وأفرا سراج أوغلو وهما في المطار وهما في درجة الأعمال، حيث سيقضيان العطلة سويا خارج إسطنبول، ولكن غير معروف أين، داخل تركيا أم خارجها. والآن الجمهور بانتظار نشر الثنائي لحظات من عطلتهم سويا. في أي بلد تتوقعون أفرا ومارت؟ شاركوني آراءكم في التعليقات. إلى اللقاء بفيديو جديد.